تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 60% حتى نهاية نوفمبر. كما تواصل منظومة أمان توفير هذه السلع بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، والتي مدت الوزارة فعالياتها حتى نهاية شهر نوفمبر لتوفير كافة أنواع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60% ب1051 فرعا ل34 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 4 شوادر وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مبادرة كويسة جدا، وأنا أتمنى أنها تستمر مش بس لتايم معين لكن تستمر طول السنة. والله مبادرة كلنا واحد مبادرة هايلة، والسيد الرئيس بوفر كل السلع بأسعار مناسبة، وياريت تستمر المبادرة. مبادرة كلنا واحد عملت تخفيضات كبيرة، وفي تخفيضات عن بره يعني عن أسعار بره موجودة هنا، في تخفيضات كبيرة جدا. تتسم المنتجات في المبادرة بجودة عالية ووفرة في المعروض منها لتلبية احتياجات المواطنين، حيث تهدف وزارة الداخلية من وراء هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ظل الارتفاعات المتباينة في الأسعار تأثرا بالمتغيرات الدولية، وهو ما أشاد به المواطنين وبالدور الاجتماعي الذي تقوم به وزارة الداخلية. مبادرة والله كويسة، لاقية كل السلع ابتدت يعني موجودة متواجدة. مبادرة جميلة والأسعار جميلة ومتوفرة، كل السلع متوفرة وكل حاجة، بس يا رب تستمر على طول دايما تبقى الأسعار موجودة. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. كما أعدت منظومة أمان كميات كبيرة من العبوات الغذائية بمختلف أنواعها لطرحها في منافذها الثابتة والمتحركة التي تصل إلى 1026 منفذاً على مستوى الجمهورية بتخفيضات تصل إلى 50%، بالتوازي مع توفير السلع بهذه المنافذ بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. وجميع منافذ منظومة أمان موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. صراحة منافذ أمان من الأماكن الممتازة جداً، الواحد بدأ يعتمد عليها في الشراء لأن حاجتها ممتازة وكل حاجة أسعارها حلوة وكل حاجة بنلاقيها فيها، ما فيش بقى أزمة في أي حاجة. المنفذ هنا والله أسعاره حلوة جدا وأقل من برة ومتوفر فيه كل حاجة هنا. هو بصراحة بجد حاجة عظيمة جدا، الواحد مش عارف يقول إيه لوزارة الداخلية حقيقي، يعني الأسعار حلوة والمنتجات كلها متوفرة، وبصراحة يعني حاجة كويسة، يا ريت الناس كلها تيجي المكان ده هتتبسط قوي بصراحة. يعني وقد وفرت وزارة الداخلية عبوات تحتوي سلع غذائية ذات جودة عالية لطرحها للبيع بأسعار رمزية. المبادرات اللي بتتم في الدولة من خلال سيادة الرئيس، المبادرات دي بترفع الأعباء عن أبناء الشعب المصري في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها، ما زال هناك الدولة عندها من العطاء لرفع الأعباء عن المواطنين. يعني النهاردة أنا باخد كرتونة ب50 جنيه، الكرتونة دي تحتوي على عدة سكر، رز، زيت، يعني أنا لو جيت أحسبها على بعضها تعمل حوالي 150 جنيه. بصراحة أنا بنشكر سيادة الرئيس على المبادرة اللي احنا فيها دلوقتي والأسعار الموجودة دلوقتي، يعني كرتونة زي دي ممكن تتكلف بره مثلا 120 جنيه أو 130 جنيه، احنا بناخدها ب50 جنيه، دي حاجة كويسة جدا وحاجة تساعدنا على المعيشة اللي احنا فيها. الدولة مستمرة في تقديم الدعم والمساندة للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم، وهو ما يتجلى فيما تبذله وزارة الداخلية في إطار مبادرتها الاجتماعية كلنا واحد لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ودعم الأسر الأكثر احتياجاً بتوفير السلع لهم بالمجان.
يهمنا شرطة وشعب. قيام وزارة الداخلية بمد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية يهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من منطلق حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.